النهارده مشاهدينا معانا فقرة لمدرسة في تعليم الإنشاد الديني، صوت في الحقيقة مميز جدا جدا، منشدة وهي هدى الفقي. طبعا معروف إن الإنشاد الديني هو فن مصري خالص، علشان كده طبيعي يكون عندنا أصوات مميزة في الأناشيد والابتهالات الدينية. تعالوا مع بعض نستمتع بصوت المنشدة هدى الفقي، وده مع زميلنا أحمد الحسيني اللي رجع يكمل معانا حلقاته الخاصة عن مدارس الإنشاد الديني الموجودة في بره مصر. صباح الفل عليكم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل علي، يا ربي صل علي، يا ربي صل علي صلاة الله عليك. لو لفينا قرى ومحافظات مصر هنجد في كل قرية وفي كل محافظة صوت جميل. النهاردة معانا صوت ملائكي، صوت من السماء، هو صوت هدى الفقي من مركز ويسنا بمحافظة المنوفية. أهلا بك يا هدى وكل سنة وانت طيبة. كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك. عرفينا وعرف المشاهدين بنفسك في البداية. أنا اسمي هدى الفقي، عندي 12 سنة في الصف الأول الإعدادي الأزهري. إزاي دخلتي مجال الإنشاد الديني؟ أنا من تانية ابتدائي دايما في الإذاعة. الإذاعة المدرسية. الإذاعة المدرسية. دايما كنت أطلع الحفلات وكنت أنشد على طول في الإذاعة المدرسية بتاعتنا. ففي يوم المدرسة بتاعتي صورتني، كنت في سنة ستة ابتدائي، وصورتني ونزلتني على جروب المعاهد الأزهرية. فالمهم أنا أصلا ما كنتش أعرف واتفاجئت، ومن ساعتها بقى ماما كانت بتدعمني قبلها أصلا وكانت بتحفظني أناشيد كتير عشان الإذاعة وكنا في أزهر وكده. فاتطورت بقى وبابا عمل لي صفحة واكتشفنا الموهبة ودربت يعني. انت ورثتي موهبه الصوت الجميل ده عن مين، او هل في حد في العيله عندك صوته برضو جميل في مجال الانشاد الديني؟ انا ورثته عن والدتي وجدتي. صوتهم جميل برضو ما شاء الله. جدتي ام بابايا. طيب ازاي قدرت ان انت تطوري نفسك في مجال الانشاد الديني وتتعلمي بقى فن المقامات وجمال الانشاد وتحفظي كمان الاناشيد الدينيه؟ انا دخلت مدرسه الانشاد الديني بس دوت مؤخرا. قبل كده اول ما ابتديت دخلت مع استاذ يحيى نادي منشد الشارقه، اتدربت معاه سنه ودخلت مدرسه الانشاد ومتخرجه السنه دي. اتخرجت السنه دي، انت حديث التخرج. طب قولي لي استفدت ايه من مدرسه الانشاد الديني؟ استفدت كتير يعني، حفظت تواشيح، عرفت تراث بلدي، والحمد لله بقيت اقدر افهم شويه في المقامات الموسيقيه. ايه هي التواشيح اللي حفظتيها؟ حفظت تواشيح كتير على 8 مقامات، وحفظت كن عن مولاي، إليه به أشرقت، حاجات كتير. طب اختاري أحد التواشيح دي وأحد هذه المقامات أو إحدى هذه المقامات وقولي لنا هتنشدي لمقام إيه ولأي من الأناشيد. هنشد لمقام السيكا، التوشيح مولاي. نسمع. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، فالمرجع والمآل والكل إليك. Oh,
صوتك رائع ما شاء الله، صوت ملائكي جميل جدا. لو كلمنا شوية عن مدرسة الإنشاد الديني، قولي لي اتعلمتي إيه من مدرسة الإنشاد، أو أنت شايفة نفسك إزاي ما قبل الإنشاد أو ما قبل مدرسة الإنشاد وما بعد تخرجك من الإنشاد، شايفة نفسك اتطورت إزاي؟ أنا كان في تطور رهيب حصل لما اتخرجت من مدرسة الإنشاد. يعني قبل مدرسة الإنشاد ما كنتش أفقه حاجة اسمها مقامات موسيقية، ما كنتش حافظة تواشيح كتير، كان في حاجات بتقع مني كتير، فأنا الحمد لله عرفت غلطاتي وقدرت أصححها في الفترة اللي أنا اتدربت فيها في مدرسة الإنشاد. ذكرياتك إيه مع أول يوم ليكي في مدرسة الإنشاد، وذكرياتك كمان مع زمايلك من المنشدات والمنشدين صغار السن في المدرسة؟ أنا الحمد لله في أول يوم كان موقف جميل جدا. أنا كنا بناخد مقام رست، أو هو كان تاني حصة أو أول حصة، كنا بناخد مقام رست، وأنا كان بيقول هاتوا حاجة على المقام رست، فأنا قمت وقلت موال اسمه مالي على البعدي، والشيخ طه سقف لي. وأصلا كان قبل كده في الاختبار بتاع مدرسة الإنشاد كانوا معلمين يعني وعارفيني، وجيت بقى في الحصة قال على الفكرة ديت من المتفوقين عندنا في المدرسة. ما شاء الله عليكي. لو كلمنا عن انت في اولى اعدادي، ازاي زمايلك في المدرسه ومدرسين واهلك كمان في البيت وفي عيلتك بيشجعوكي كمنشده وفي مجال الانشاد الديني؟ انا الحمد لله عندي زملاتي كلهم بيدعموني من اكبرهم لاصغرهم، وانا بحبهم جدا، وفعلا هم بيدعموني جدا، عائلتي برضو بتدعمني جدا جدا في البيت، زي ما حضرتك شايف بابايا برضو يعني تعبان معايا جدا وانا بحب اشكره جدا، ووالدتي برضو بتحفظني اناشيد كتير وبتسعى دايما ان انا اتقدم، وجدتي وخالاتي وكلهم بيدعموني الحمد لله. مين كمان قدوتك في مجال الانشاد الديني، وتعرفي مين كمان من المنشدات والمبتهلات؟ انا عارفه استاذه ياسمين الخيام، وبسمع للشيوخ الشيخ نصر الدين طبار والشيخ النقشبندي والشيخ طه الفاشني ومشايخنا الكبار. مين تحديدا من الشيوخ الكبار دول هو ممكن تتخذيه قدوة ليكي ومثل أعلى في مجال الإنشاد الديني؟ أنا أحب الشيخ نصر الدين طبار والشيخ طه الفاشني. طب حابة أن أنت تنشدي حاجة ليهم، اختاري نصر الدين طبار أو الشيخ طه الفاشني. يا من رضيت لنا دينا الهدى دينا حمدا إليك فلك الفضل يكفينا يا ما شاء الله عليك يا هدى، صوت جميل جدا. شايفة مستقبلك ازاي في مجال الانشاد الديني؟ ان شاء الله بإذن الله برضا من ربنا، ان شاء الله احب اوصل رسالة مدح النبي عليه الصلاة والسلام للعالم كله. ما شاء الله عليك. طيب شايفة نفسك طموحك ايه في مجال الانشاد الديني، وايه اللي عايزة تحققيه في المجال ده؟ انا بس امنيتي في مجال الانشاد الديني ان انا اوصل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام للعالم كله. عليه أبسط والسلام. حابة أن تخشوا مسابقات كمان ويكون ليكي أناشيد خاصة بيكي وألحان أو كلمات خاصة بي؟ أنا الحمد لله دخلت مسابقات كتيرة، وكل مسابقة بدخلها باخد المركز أول. طب كلميني عن المسابقات دي. دخلت مسابقة الصوت الذهبي، خدت فيها مركز أول، ودخلت مسابقة القرآن ومسابقة الإنشاد عندنا في محافظة المنوفية، خدت الأول الحمد لله، وعندي برضو أناشيد خاصة بي، عندي رسول الله ضاق بي الفضاء وصلى على سيدي كلمة عليه الصلاة والسلام. جميل جدا يا هدى ما شاء الله عليكي،
في النهايه حابه تقولي ايه لكل اللي بيشوفوكي من اللي دعموكي، سواء من زمالك في المدرسه او والدك او والدتك او الناس اللي بيحبوكي واللي علموكي كمان فن الانشاد الديني؟ انا احب اشكر والدي ووالدتي جدا 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 لانهم هم اول داعم ليا بعد ربنا، ودايما احب اشكر خالي اللي دعمني جدا ووقف جنبي كتير، ولانهم هم الدعم الرئيسي ليا، واحب اشكر زمايلي جدا جدا لانهم برضو بيدعموني وبيقولوا كملي في المجال. كل التوفيق لك يا هدى. هدى الفقي من مركز اوسنا بمحافظه المنوفيه، كانت واحده من المواهب اللي اتخرجت حديثا من مدرسه الانشاد الديني هنا في القاهره. انتظرونا وموهبه جديده من مواهب مدرسه الانشاد واصوات من السماء. عشاق جمال النبي سيدنا النبي فيهم، سر الهدى والرضا سر الكتاب فيهم. عشاق جمال سيدنا النبي سيدنا النبي فيهم، سر الهدى والرضا سر الكتاب فيهم. عد الحصى من عصا موسى النبي فيهم، سر الشفا معرفة عيسى احتفى بيهم. من كل هم ونكد ربك معاه فيهم. يا عاشقين النبي صلوا على نوره، محلى الصلاة على النبي كسوف النور. يا عاشقين سيدنا النبي صلوا على نوره، محلى الصلاة على النبي كسوف النور. واقروا الكتاب دققوا فئاتوا وسطوره، هتلاقوا سيدنا النبي أولى بنا منا. ودعوا وقولوا يا رب نحج ونزوره، بشرى برضا ربكم يا مداحين النبي سيدنا النبي حبكم. يا مداحين النبي صلوا على المصطفى، يا مداحين النبي يا اهل الوداد والصفا. يا مداحين النبي صلوا على المصطفى، يا مداحين النبي يا اهل الوداد والصفا. يا مداحين النبي يا مداحين النبي مع